عندكم بعد حتى تثبتون الإمامة. قانون الإمامة شلون ننتقل من إمام إلى إمام وكل إمام عنده 4-5 أولاد 10 أولاد وكل واحد يدعي بالإمامة؟ قالوا امتلاك سلاح رسول الله، عنده سيف من رسول الله والدرع مالته، ياهو اللي عنده. طب هذا شو وراثة؟ هاي مو في شيء يعني مسألة دينية. ألا يا حال يقولون وبما أن المعاجز لم تكن متيسرة دائما أو ما كان يصدقون بها الناس أو ما يمكن فعلا حدوثها، وكذلك التحدث عن علم الغيب وهذا شيء كبير يعني مو موجود مو ثابت، فقد بنى الإمامية المتكلمين دول الإمامية نظريتهم في كيفية التعرف على الإمام، بنوا نظريتهم في كيفية التعرف على الإمام على أمر مادي هو امتلاك الإمام بسلاح رسول الله، أنت الدرع مالته والسيف ماله وكذا. وروى الإمامية عن الإمام جعفر الصادق قوله: مثل السلاح فينا كمثل التابوت في بني إسرائيل، كانت بني إسرائيل في أي بيت وجد التابوت على أبوابهم أوتوا النبوة، وإحنا ياهو اللي جينا عند سلاح رسول الله منا أوتي الإمامة، ومن صار إليه السلاح منا أوتي الإمامة. طيب إذا جاء واحد سرق من واحد ثاني شو نسوي بعدين؟ ممكن واحد آخر يغصب ويقول لا هذا مالتي، يصير إمام يعني بسرعة هالشكل أوتوماتيكيا؟ شنو هالكلام هذا؟ عليها هذا هكذا يقولون. هذا تجدوه أيضا الصفار محمد بن الحسن بصائر الدرجات صفحة 176 و178، والكليني في الكافي كتاب الحجة باب ما عند الأئمة من سلاح رسول الله ومتاعه حديث رقم 1. طيب وين هذا السلاح رأونا يا حتى نشوفه حتى نتأكد أنك يا إمام أنت الإمام فعلا؟ إذا كان هذا كل هذا حكي ينقل عن الأئمة، عرفوا هذا الشيء، الأئمة مو معلوم قايلين الكلام هذا. يروى عن الإمام الصادق قال مثل السلاح فينا، مو معلوم يعني إحنا لو بزمانة موجودين وواحد ينقل لنا هالكلام ما نصدقه بسرعة، لازم نحن نتأكد أو نغمض عيوننا وآذاننا وعقلنا ونصدق بالأحاديث هذه، ما يصير الشكل على طريقة الأخباريين. خلي شوي نفكر بالأحاديث أنه معقولة شلون. طيب إذا الإمام قال أني صرت إمام أثناء الجدل مع محمد بن عبد الله النفس الزكية وقال أن الإمام قال الكلام، طيب جيب السلاح وينه؟ طلعته أنت رويته للناس لو مكتوم مضموم عندك؟ طيب من يقول عندك سلاح رسول الله؟ كيف نعرف أنه عندك فعلا سلاح رسول الله؟ جبت عرضت للناس رويت للناس قلت لهم هذا سلاح رسول الله، هذا الدرع اللي كان يلبسها؟ ما كان الشيء هذا، ولذلك كان في غموض، ولذلك عامة الشيعة ذهبوا إلى محمد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن بن النفس الزكية، صار هو إمام الشيعة في ذيك الأيام في زمن الإمام الباقر، كل أهل البيت عامة أهل البيت وعامة الشيعة بايعوا محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن كمهدي منتظر وكثائر وكقائد، ودعوا الإمام الصادق لمبايعته أيضا. الإمام الصادق ما بايع، بس دعوا في الأبواء عندما اجتمعوا بني هاشم، وهذا كان زعيم بني هاشم أصبح هو الإمام، ويقول الإمام الصادق عندي درع. طيب وين الدرع؟ جيبه خلينا نشوفه. ما أظهر هذا الدرع. فإذا هذا الكلام أيضا مو مضبوط، يعني نزلنا إحنا من النص الصريح ما موجود، الوصية ما موجودة، المعاجز ما يمكن نثبتها ولا أحد يدعيها، علم الغيب أيضا ما موجود، سلاح رسول الله، سلاح رسول الله أيضا في شيء غامض سري، شلون تثبت الإمامة لكل الناس بشيء ما حد ما شايفه؟